للمزيد عن الخدمات المصرفية الذكية تنضم إلينا مراسلتنا مايا ريدان مباشرة من معرض جيتكس في دبي. إليك مايا. نعم رفعت، في إطار تغطيتنا لكل ما هو ذكي هنا في جيتكس نتوقف في هذه الساعة مع التطبيقات الذكية التي تتيح لنا الدفع عبر الأجهزة التليفونية أو الأجهزة الذكية، التليفونات الذكية. ضيفي في هذه الساعة هو السيد محمد أنيس الشملي، مدير المبيعات، مدير الإقليمي للمبيعات في شركة جيمالتو. أهلا وسهلا بك. أبدأ معك من التطبيق الذي أطلقته شركة جيمالتو ماي وولت، هل حدثتنا قليلا عن هذا التطبيق، كيف يعمل وما هي أهميته؟ شكرا لك مايا. أول شيء مشاركة جيمالتو هي مشاركة متجددة في معرض جيتكس، يعني تنترج خاصة السنة هذه في إطار المشاركة في مناسبة إطلاق المدن الذكية، حملة المدن الذكية بمدينة دبي وكذلك في المنطقة. شايفين في مشاريع كثيرة على تطبيقات المدن الذكية. مشاركتنا هي تأتي لتقديم آخر التطورات وآخر التكنولوجيا في عالم الدفع عن طريق الموبايل. هذه إحدى الخصائص أو إحدى الحلول. نحن سنبدأ بمشاهدة الصور للمنتج الذي تتحدث عنه، شرح سريع منك لو سمحت كيف يعمل هذا التطبيق. هذا التطبيق هو اولا كما تشوفوا على الشاشه الجهاز مجهز بتقنيه NFC، هذا الجهاز الهاتف، وكذلك فيه يعني شريحه مجهزه للNFC، وتشوف عليه ماي ولد. ماي ولد هذه الابلكيشن او التطبيق هذا هو عباره عن محفظه الكترونيه فيها كما تشوفوا الان عده بطاقات، اللي هي بطاقات بنكيه مخزنه داخل الجهاز، يعني ممكن نتحول نشوف اكثر من بطاقه كما يكون عندنا في المحفظه العاديه من اكثر من بنك، يكون عندنا بطاقات مخزنه موجوده داخل المحفظه الالكترونيه هذه، ممكن نختار اي بطاقه ندفع بها في اي جهاز، وممكن كذلك نضيف بطاقه جديده اذا حابين. طبعا البطاقات مجهزه بكافه معايير الامان يعني مدخله داخل الجهاز. الابلكيشن الثانيه او الفرصه الثانيه هي ندخل الستورز او المحلات اللي موجوده على الجهاز، يعني بيكون في عندنا اكثر من ستور موجودين مخزنين، وكذلك ممكن عندنا الامكانيه انه نكتشف محلات جديده اللي هي متطابقه مع تقنيه NFC او تقنيه التواصل قريب المدى. شو تسمح لنا هذه التطبيقه هذه تسمح لنا انه ندخل مثلا على محل معين يكون مجهز بتقنيه NFC ونختار الحاجات اللي حابين نشتريها من هذا المحل، يعني نختارهم بطريقه باستعمال الهاتف، ممكن مباشره ندفع في الاخير عن طريق الهاتف هذا. وحاجه اخرى مهمه اللي هي فرصات الولاء او ما يسمى الكوبونز، يعني ممكن يكون عندنا محلات نرجع لهم بصفه متخصصه اكثر من مره ونشوف عندنا نقاط ولاء اللي ممكن نستعملها بطريقه اوتوماتيكيه عندما اشتراء حاجه جديده من المحل هذا. خصوصا الولاء او الكوبونات هذا عاده بنضيعهم احنا، لكن بما انه نستعمل في الجهاز الخصوصات هذه مش ممكن نضيعهم. الان لما تشوف هون عندنا لما نوصل للخروج واشترينا كنا اشترينا كل الايتمز، عمليه الدفع تكون سهله جدا ومؤمنه، يعني عن طريق الجهاز بس نحط الجهاز على جهاز التليفون، نحطه على الاله اللي هي الحاسبه ويطلع لنا الريسيت، يعني بطريقه مستهله وتخلي الاكسبيرينس او تجربه الشراء ممتعه مريحه وسهله وجديده. طيب محمد، هل بدا مفهوم استخدام او دفع عبر الاجهزه المحموله التليفونيه او الهواتف ناضج بما يكفي في المنطقه العربيه على نطاق واسع؟ واحنا كشركة جيمالتو يعني شفنا هذا المنتج ناجح بشكل كبير في اوروبا، في بلدان مثل اليابان، مثل كوريا، مثل امريكا الشماليه، وشايفين انه في فرصه كبيره انه هذا المنتوج يدخل المنطقة زي منطقة الشرق الأوسط وخاصة الإمارات اللي عملنا فيها استبيان. سريعا جدا، أي هو منهم أصعب؟ هل إقناع المصارف أم إقناع المستخدمين باستخدام هذه التطبيقات؟ أظن بالنسبة لجيمالتو يعني إحنا نطور التقنية بشكل خليها سهلة لكل الناس، يعني المستخدمين الآن تعودوا على استعمال الجهاز الهاتف وهو دائما معاهم، فما أظنش فيه صعوبة على تدريب الناس أنه يستخدموا التقنية هذه. اظن التحدي الاكبر يكون هو انك تجمع ما بين كل الاطراف اللي هي تكون مزودي خدمات الهاتف، البنوك، وكذلك الريتيلرز او اللي هم المحلات التجزئه، لانهم هذم اطراف كثيره ومتداخله،
والتحديات يكون اكبر انه توصل الاتفاق مع كل الناس هذا انه يحطوا التقنيه هذه في يد المستعمل يخليه يستعملها بطريقه سهله. شكرا جزيلا لك محمد انيس الشملي مدير الاقليمي للمبيعات في شركه جيمالتو. شكرا على الاستضافه، بارك الله فيك.